بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنتكلم عن موضوع التربية الأرضي للأرانب. يا جماعة أهم حاجة النظافة النظافة النظافة، وبعد كده العلف الجيد. هنتكلم النهاردة في الحلقة عن إزاي نأسس المكان وإزاي نتعامل مع الأرانب بالصوت والصورة. والنهاردة هنشوف بالنسبة لأول حاجة المكان نفسه لازم يكون نظيف. هتفرشه رمل، ما فيش رمل ممكن تفرش قش، بس تتعود ان انت القش لازم يتغير خلال اسبوع، تغير القش بتهالي القش يعني مش لازم كمية كبيرة. طلع القش لو هتحطه في مكان تطهره، وبعد كده ممكن تدخله تاني لو نشف وبقى كويس، ما فيش مشكلة فيه. ممكن تجيب نشارة خشب مش قادر، ممكن شوية تبن، ممكن رمل، بس اهم حاجة عندي ان هو المكان يكون ناشف على طول باستمرار، وما يكونش فيه ايه لبصة والبول والكلام ده كله. لازم تنظف على قد ما تقدر. بالنسبة للمية يا جماعة، الحاجات اللي هتحط فيها مية اهم حاجة المية، مثلا هننقي بتاع فخار، اللي هي الفخار دي تكون بوزها ضيق، اهي لازم يكون البوز ضيق. ليه؟ عشان الارنب ما ياخدش فرصة ان هو يقف جواها ويتبول فيها ويرجع يشرب البول بتاعه. اهم حاجة يا جماعة خلي بالكم من دي كويس، دي بقى تسبب للارنب في اكسيديا وحاجات تانية. ده بالنسبة للمية. هنخش بقى على العلف. العلف يا جماعة هيبقى بردك اهو، ونحاول ما نحطش علف كتير، اهو ما نحطش علف كتير، العلف على قد الارانب يوم بيوم، لان كل يوم تحاول تنظف مكان العلف وتحط علف جديد. اهم حاجة ما يفضش حاجة من العلف عشان ما يبهدلهوش وتبولوا فيه. تمام يا جماعة، ادي بالنسبة لموضوع المية والعلف. بالنسبة لموضوع الولادات، الولادات اي صفيحة، انا بالنسبة لي حاطط الولادات العادية اللي هي بتتعلق اهي، الولادات العادية اي صفايح، ممكن صفايح جبنة، ممكن جرة، مفيش مشكلة. ده بالنسبة للولادات. ممكن تبني طوب طوب وتحط فوق منهم حتة ابلكاش او خشب، بحيث او صاج، بحيث ان انت بعد كده تعرف تطمن على الاولاد الخلفة والكلام ده كله. يا جماعة اهو بالنسبة للمكان اهو. الارانب في حاجة مهمة اوي انا بعملها يا جماعة، الارانب يوم النظافة مثلا الاسبوعي، ان انا باجي انظف كل اسبوع وبغطس الارانب ومنظفهم من المكان وبطهر المكان وبشيل القش والكلام ده كله. لازم اشيل القش كله واكنس المكان واطهره واجيب المروحة بحطها، بعد ما طهر اطمن ان هي طيرت المية ونشفت الارضية، بعد ما اضمن ان الارضية نشفت بفرش القش تاني زي ما انتم شايفين، واجيب الارانب. الارانب بكون مغطسها وفي مكان غير اللي موجودة فيه، يعني انا بغطس في مكان ياريت انا، يعني انا بحط في بطارية، بحط في ساعة ما بغطس ما بحطهمش في نفس المكان، بغطس وبسيبهم ينشفوا، الارانب تنظف نفسها. يعني انا مثلا وليكن الارانب اهي، دول الارانب اللي انا هحطهم الوقت على الارضية اهو، دول انا غطستهم سبتهم المكان اللي هم اهو بدأوا ينشفوا، اهوت اهو بدأوا ينشفوا. الأرانب أنا مغطسها كلها النهاردة يوم نظافة أهو. نعم، دي بالنسبة لإيه؟ للأرانب. أهم حاجة ساعة التغطيس عشان الأرنب ما يبهدلش نفسه من الأرض. الأرنب لو بهدل نفسه من الأرض هتلاقي إيه بقى اللي هيحصل؟ تيجي تبص تلاقي الأرنب لو لونه أبيض تلاقيه من لونه مصفر، وتلاقي الناس بتشتكي، اللي بتربي أرضي بتشتكي بعد ما بيغطس الأرنب بيجي يحطه على الأرض يلاقي الأرنب بتوسخ متبهدل، الأرنب بيجي يلحس الحاجات اللي على جسمه، لأن الأرنب نظيف، فالأرنب طبعا بيجي له أكسيديا وحاجات تانية وإحنا في غنى عنها. ولو عنده جرب، الجرب ما بيروحش، إحنا عايزين الوقت ننظف المكان. ولو عندك أرنبة فيها جرب تنظف المكان وتمسك الأرانب تفرزهم أرنب أرنب، يعني أنت ما تنقلهم في مكان يبقى عندك مكان بديل، إن أنت لغاية ما ينشفوا فيه أنت بتدي لنفسك فرصة إن أنت تفرز الأرنب، وتفرز الأرنب كويس، وتشوف الأرنب اللي فيه نسبة جرف، فيه عنده عرقوب، فيه طبعا التربية الأرضي ما فيش كلمة عرقوب دي، وما فيش عندها، يعني أنا بريح الأرنب لو في عرقوب بحطه على الأرض، العرقوب بيروح خالص،
يعني التربية الأرضي مفيدة جدا جدا جدا. هنشوف يا جماعة دلوقتي هنعمل إيه. دلوقتي إحنا حطينا الأرانب أهو، حطينا الأرانب في المكان، الأرانب انضمننا إن مفيش مية أهو، ونشفهم أهو. شوف الأرانب فرحنا إزاي أهو. الأرانب فرحانة بالليل، لأن التربية طبيعة الأرنب أصلا هو على الأرض، إحنا بقى بنحط في بطاريات والكلام ده، ده مش طبيعة الأرنب. الأرانب فرحانة زي ما أنتم شايفين إن هي اتحطت على الأرض، الأرض بالنسبة لها. والأرنب لما يجري ويتنطط وكده، ده لو في سميات في جسم الأرنب زي البني آدم بالظبط، ما بيجري ويروح ويجي، واللي بيلعب رياضة بتلاقي السميات نفسها بتروح من جسمه. حتى يعني عندي الأرنبة الكبيرة دي عندها التهاب عرقوب، أنا من ساعة ما حطيتها على الأرض بأمانة الالتهاب خف، ومن غير علاج ومن غير أي حاجة. وإحنا برضك بنستعمل العلاج لوقاية بس وتطهير، إنما زي ما أنتوا شايفين ما شاء الله ما شاء الله، شايفين أهو الأرانب أهو فرحانين اهو، وموجودين في المكان وما فيش اي حاجه. النظافه الاسبوعيه يا جماعه ليهم، ويا ريت لو نظافه يوميه، لو اللي هي مثلا تخش لو في زبل، طبعا معظم الارانب بتلاقي الزبل جنب الحيطان بالكلام ده، تعرف تنظف، حط تشيل القش على جنب وتنظف المكان تحتهم، ما فيش مشكله، ونظف يومي عادي ما فيش مشكله، وهتلاقي الدنيا معاك زي الفل. التربية الأرضي جميلة جدا يا جماعة، الفيتامينات، المية لازم تتغير يوميا، العلف لازم يتغير يوميا، فيتامينات والكلام ده كله مفيش مشكلة، ادي لهم اللي انت عايزه، هم على الأرض. الأرانب بتتبسط من الأرض أحسن، وبيبقوا مع بعض زي ما انت شايف، الأرانب جميلة جدا وما شاء الله. شايف التربية الأرضي متعة، حتى يعني أنا بالنسبة لي أنا بربي بطاريات، بس بالنسبة لي أنا عملت الحلقة النهاردة وعملت الموضوع عشان في ناس كتير بتسأل عن موضوع التربية الأرضي. التربية الأرضي أوفر وأرخص وبأمانة أنضف للأرنب لو حافظت على لأن طبيعة الأرنب مش بطاريات، الأرنب حيوان بري متعود على الأرض. ويا ريت لو في أي أسئلة، أي حد عايز يسأل أي سؤال يقول لي في التعليقات، وأنا هعمل له حلقة مخصوص. و ياريت تشتركوا يا جماعة في القناة، وكل واحد يقول رأيه، واللي عايز أي معلومة أو عايز أي استفسار أنا تحت أمركم. واللي عايز أرنب مني برضك، أنا عمري في حياتي ما هقول لحد لا، بس أنا ما ببيعش سلالات، أنا ببيع بالكيلو، وما بسيبش الأرنب لغاية ما تبقى سلالات. اللي عايز أخري 2 كيلو يتفضل، تحت أمره، هديله بالكيلو بما يرضي الله زي ما السوق ماشي. و بس السوق ماشي ايه يا جماعة، انا ببيع عمري ما بعت اقل من 40 جنيه. لو واحد بيربي انا بديله ب 40 جنيه، حتى لو الارانب ب 50 جنيه لا ممكن اديله ب 40 برضك، عشان هو بيربي، عشان احنا بنساعد بعض، عشان اللي بيلجأ للارانب وبيلجأ لتربية الارانب معروف يا جماعة ان واحد عايز يكسب وعايز يعمل مشروع وعايز يبدأ حياته. ما يروحش بقى يجيب لي ارانب ب 250 جنيه وب 700 جنيه وب 750 ارانب بيورز اللي بنسمعه ده كله. لا يا باشا، هات ارنب وزن 2 كيلو، كيلو ونص، الارنب هيجي عليك ب 60 جنيه 70 جنيه 80 جنيه، في خلال شهر الارنب هيكون صرفت عليه 100 جنيه، هيبقى عندك سلاله جميله جدا في خلال شهر واحد ما شاء الله، يبقى عندك ام تملا لك المكان وتبدا مشروعك بالراحة. ولو بدأت وانت جايب ارانب صغيرة، ده اول مكسب هتعمله ان انت عملت ام ب 100 جنيه، عملت ام، وصلت المكان، وصلت ان انت عملت ام ب 100 جنيه. انما ده وانت دلوقتي جبت الام ب 250 جنيه، يبقى جبت ام اربع امهات، وهي عالم، مفيش معلش لا يعلم الغيب الا الله، لا لا. انما لو جبت الارنب صغير عندك وربيته على ايدك، وعايز تسيبه بقى 5 شهور، عايز تسيبه 6 شهور، اللي انت عايز تعمله. انما لو اشتريت ارنب ب 250 جنيه، ايش عرفك ان هو بقاله 6 شهور ولا بقاله 5 شهور ولا بقاله اي حاجه منه. ودي كانت حلقتنا النهارده يا جماعه، وان شاء الله هيبقى في حلقات قادمه. ويا ريت لو في اي حد عنده اي استفسار انا تحت امره. الفطام بتعاملوا زيهم زي الكبار يا جماعه، اهو الارانب بتاكل كله تمام. و إلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم عماد أرانب الجنرال.